انتي وانتي بتتكلمي كنتي بتقولي انه البنت ممكن تبقى رفيعه وتكيسات الموبايل وكذا بس عندها بطن. عندها بطن، هل ينفع اخسس منطقه واحده بس في الجسم؟ لا، ما فيش اي حاجه اسمها سبوت ريدكشن، اللي هو بنزل منطقه من جسمي. يعني ده اغلب سؤال انا بتساله، ازاي انزل البطن والجناب؟ انا لما بعمل دايت بيستهدف نزول الدهون من الجسم كله، انا ماليش تحكم ان انا اشيل دهون من منطقه معينه ولا ان انا اخزنها في منطقه معينه. التخزين بيبقى معتمد على الجينات بتاعه جسمي، والنزول بيبقى معتمد على البرنامج الغذائي اللي انا عامله، اللي هو هيخلي جسمي ينزل دهون من الجسم كله. انا بقى شخص بخس من فوق احسن، ولا بخس من تحت، ولا بخس من منطقه البطن، دي انا ماليش تحكم فيها. اللي انا ليا تحكم فيه ان انا مثلا لو بملى من الجزء التحتاني والجزء الفوقاني بيخس عندي بسرعه، ان انا لازم ادخل رياضه، لانه انا الجزء التحتاني ده هياخد وقت على بال ما بينزل، فعشان ما بنش رفيعه قوي من فوق ولسه بدري على بال ما بنزل، لازم ابني عضلات. العضلات هتخلي ليا شكل احسن كتير. يعني النظام الغذائي ده يخسس الجسم كله، يخسس الدهون اللي في الرياضة الجسم كله. الرياضه هي اللي تخسس حته معينه في مش الجسم، مش تخسس، تبني حته معينه. تمارين الكارديو الرياضه متقسمه لنوعين، تمارين الهوائيه اللي هو التريدميل ونط الحبل والحاجات دي، والتمارين بتاعه المقاومه اللي هي الاوزان اللي بتشتغل على العضلات. انا اقدر ابني عضله في منطقه معينه، بس ما اقدرش اخسس دهون من منطقه معينه. يعني الناس فاكره ان تمارين انا دلوقتي بطني، لو انا عايزه اشد بطني مش بلعب رياضه؟ مش بلعب بطن، لا بلعب بطن عشان ابني عضلات البطن فتزود الحرق معايا شويه وتشد فهمت. المنطقه دي، لكن العب كارديو عشان ينزل الدهون من جسمي كلها.